نجدد التحية ونتحدث في هذا الفيديو عن ما يطلق عليها جزيرة الفراعنة أو جزيرة الشعاب المرجانية أو جزيرة المرجان. وهذه الجزيرة يا سادة من الجزر التاريخية القديمة، يبلغ محيطها 1000 متر. وهذه الجزيرة بطابة بالقرب من الساحل الجنوبي لمدينة طابة في خليج العقبة، وتحديدا جنوب مدينة إيلات. وهذه الجزيرة تنقسم إلى جزئين، جزء يضم أفضل مواقع للغطس والغوص والإبحار في سيناء، وتضم موقع أثري. هذا الموقع الأثري الذي نوثق له. ولكن الجزيرة مثل أي جزيرة تتميز بالتنوع البيولوجي، وهي تشتهر بالشعاب المرجانية، والذي نشاهده ونوثقه جزء من جزيرة فرعون. وهذا هو الموقع الأثري. وهذه هي قلعة صلاح الدين. وقلعة صلاح الدين تذكرها اليونسكو كأحد مواقع التراث العالمي. يبلغ طول الأسوار والأبراج الخارجية المحيطة بالقلعة 922 متر. قلعة صلاح الدين هذه كما ذكرنا، من يقف على برج القلعة يشاهد بوضوح الحدود المصرية السعودية والأردنية والفلسطينية. إذن هي بقعة سحرية نرى منها 4 دول ونحن واقفون هنا. إذن هذه المنطقة الأثرية تتفاوت بين عصر الفراعنة وصولا إلى الحقبة العثمانية. وهذه جعلت من جزيرة الفراعنة أهم وجهة يتجه إليها السائح، وهي تطل على خليج العقبة من جميع الجهات. مرة أخرى الذي يقف على قلعة صلاح الدين يرى ويشاهد الحدود المصرية السعودية والأردنية والفلسطينية. إذن الذي يقف هنا يشاهد 4 دول في وقت واحد. إذن هذه مصر بروعتها وجمالها، أرض الأديان. ومصر تتميز بأكبر متاحف مفتوحة كما نعلم في منطقة صان الحجر والأقصر وأسوان. أكبر وأعظم وأروع متاحف مفتوحة على مستوى العالم. دخول مصر إن شاء الله آمنين.